قبل فترة كان في يوم المرأة العالمي. يوم المرأة العالمي جاء من أجل، طبعا هذا كلها سياسات، أحد هذه السياسات إنه الإنسان بدهم يقنعوا الناس إنه المركزي هو الإنسان، بما إنه هذا هو إنسان فهو اللي بيعطي القيمة للأشياء. ولهذا من الخطأ إنه المسار في استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، صار يقول أنت قاعد بتتهزى عن رجل وبترسم كاريكاتير عن رجل يؤمن به 1.5 مليون مسلم. لا، مش هذه المعادلة. يعني لو آمن فيه 0.5 مليار مسلم بتكل قيمته؟ لا، لأنه الناس طبع في راسها إنه الإشي له علاقة بالإنسان ومركزية الإنسان، وإنه الإنسان هو اللي بيعطي قيمة للرسول. لا، المركزية لله، الله عز وجل هو اللي يعطي القيمة. لهذا لما يقنعونا إنه يوم المرأة العالمي، كأنهم بيقولوا لنا المرأة لمجرد إنها امرأة فمعناها إنها إلها قيمة. هذا خطأ، لأنه بهذا الحال رح ينظر للمرأة الكافرة لمجرد إنها امرأة كافرة على إنه إلها قيمة، وهذا مخالف للتوحيد. انظروا في سياق القرآن، متى كانت المرأة تمدح؟ كلما اقتربت من الله. المركزية لله، هو اللي يعطي القيمة للأشياء. وأنت بتكون المرأة مذمومة لما تكون بعيدة جدا عن الله. فأعلى نساء والكمل من النساء، النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. هن 4 نساء من كمل النساء. طبعا والنساء بتزيد قيمتها كلما اقتربت من الله عز وجل. وشوفوا مين اللي ربنا ذمهم، امرأة أبو لهب وامرأة نوح وامرأة لوط. ربنا ضرب أمثال عشان يبين أن المعادلة مش بهذا ذكر ولا هذا أنثى، المعادلة هي هذا تقي وهذا ليس بتقي، هذا مسلم يعتز بدينه ويطبق الإسلام، هذا غير مسلم يحارب الإسلام ولا يعتز بدينه. فالمعيار والمركزية لله عز وجل.